أعزائي متابعي قناة مستر عز الجاد للمولة التعليمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما أنتم عارفين القناة بتاعنا منوعة، فيها دروس لغة إنجليزية لجميع المراحل، فيها تنمية بشرية وتنمية مهنية. النهاردة هتكلم عن موضوع ظريف جدا، الناس اللي حوالينا، أنماط الشخصيات اللي حوالينا. يعني بص حواليك هتلاقي الناس واحد من الأنماط الأولادية. في ناس النمط الأول اللي هو الأسد، اللي هو المقاتل الذي يواجه ويقاتل عندما يشعر أن هناك أحد يعارض خططه أو يعارض رغباته وطموحه. بص حواليك شوف كم أسد. في كمان الأرنب اللي هو بيجري بيفر، أي ما يحس بأي توتر أو أي صراع أو حاجة مش حاببها يجري. في نعامة هي بتخبي إيه راسها زي ما بيقولوا، مفيش مشكلة، مش عايز يواجه الحقيقة، مش عايز يقول إن في مشكلة خالص، بتدفن نفسها في الرمال. في القرد اللي بيقفز من مكان لآخر ويتكلم كتير وبيتكلم في حاجات مش مهمة، ما روش غير ينكت ويضحك. وفي الشخص الفيل اللي هو واقف في نص الطريق، هو بس مش عايز الناس تتحرك وخلاص، لن أتركك تمر من هذا الطريق، مفيش حاجة اسمها أحقق أهدافي. وفي السلحفاة الشخص المنسحب اللي هو مش عايز يدي مجموعة كأنه مش موجود. وفي الشخص الضفدع اللي هو كل شوية بيطلع نقيض كده ايه ممل في نفس الموضوع، بس هو يبدو مش ظاهر، بس كل شوية بيصدر صوت غريب ممل. في الشخص السمكة هو قاعد يبص من بعيد بس عنده برود غريب، لا يستجيب لأي شخص أو لأي شيء. وفي الشخص الحرباء اللي هو بيتلون حسب طبيعة الموقف وملوش لون، وطبعا دول ما أكثرهم عندنا، يعني دول أكتر الناس الموجودين. وفي صيد قشطة اللي نايم وبيتاب وملوش دعوة بأي حاجة، ياكش تخرب. وفي القطة اللي هي بس بيبحث عن العطف، كل اللي يهمه في الحياة الحنان من فضلك. وفي الطاووس اللي عاجبه نفسه، هو بس يهمه يلفت نظر الناس. وفي الشخص الخرتيت اللي هو قاعد بس يتهم في الناس وقاعد يسبب انزعاج لده ولده من غير داعي. وفي الشخص البومة اللي هو حاسس انه عنده هيبة كده وبيديك انطباع انه حكيم وبيقول جمل غريبة ومعقدة وكبيرة كده عشان محدش يفهم. وفي الفار اللي بيخاف وعايز يستخبى، وعايز لما نفتح موضوع كبير يستخبى على طول ويجري. يا ترى الناس دي حواليك؟ أكيد الناس اللي حوالينا معظمهم زي كده. لو عندك نمط آخر غير النمط دي يا ريت تكتبه في التعليق. شكرا ليكم، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو لسه ما اشتركتش في القناة لو سمحت اشترك وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.